كانوا يسمونها حروب الفرنجة، يعني الإفرنج الغربيين الأوروبيين الخواجات هم الذين غزوا، هم يعتبرونه غزوا استعماريا، ولكن الغربيين سموها حروبا صليبية دون أن يضفوا عليها الطابع الديني. حروب الصليبية انتصر أصحابها على المسلمين في أول الأمر، 9 حملات صليبية انتصروا وأقاموا ممالك وإمارات في فلسطين، وعاونهم الأمراء الخونة، تعاونوا معه ضد إخوانهم. التاريخ يعيد نفسه، الخونة دائما في كل مكان، والضعفاء والمستخذون وطالب الدنيا وعبيد الدنيا، عبيد الكرسي وعبيد الحكم، هؤلاء هم الذين يتعاونون مع الأعداء ليبقوا على كرسيهم ولو ذهب الإسلام والمسلمون. هؤلاء تعاونوا مع الصليبيين، وأقام الصليبيون إمارات وممالك في أرض فلسطين، واستمروا أكثر من 200 سنة، ودخلوا المسجد الأقصى وظل أسيرا في أيديهم 90 سنة. ثم هيأ الله رجالا لهذا الدين لم يكونوا من العرب، عربهم الإسلام. أن الرسول يقول: ألا إن العربية من أحدكم ليست بأب ولا أم ولكن العربية لسان، فمن تكلم العربية فهو عربي. عربهم الإسلام، كان منهم الأتراك إسماعيل الدين زنكي وابن نور الدين محمود الشهيد البطل، وتلميذه صلاح الدين الأيوبي الكردي. هؤلاء حاولوا أن يجمعوا القوى الإسلامية خصوصا في الشام وفي مصر، وكان ما كان، هيأ الله لصلاح الدين أن يحقق النصر الأول على الصليبيين في معركة حطين، ثم في فتح بيت المقدس، ثم هيأ الله لمن بعده أيضا مصريين انتصروا على الفرنسيين وملك فرنسا، وأسروه لويس التاسع في دار ابن لقمان بالمنصورة هناك، واندحر الصليبيون في النهاية، ولم يبق لهم من باقية، لم يبق شخص واحد في ديار العرب والمسلمين. في أواخر عهد الصليبيين بدأ هناك زحف آخر، الصليبيون زحفوا من الغرب والتتار زحفوا من الشرق، قوة جديدة تملك الفروسية، تملك دما جديدا مملكة، لأنه بيحاربوا كل مملكة لوحدها واللي بعدها، وهكذا حتى وصلوا إلى عاصمة الخلافة الإسلامية بغداد في سنة 656 هجرية، ودخلوا بغداد وفعلوا الأفاعيل، ولم أرى هذا اليوم. يقول إن هذا اليوم لم يوجد مثله في التاريخ، يقصد يعني أيام المذابح كلها، لأنه مستمر عدة أشهر يذبحون ويريقون الدماء، حتى قيل إنهم ذبحوا 2000 ألف. يا كم ظلوا يذبحون، يعني يعملون ليل نهار في الذبح، والمسلمون للأسف مستسلمون. حتى قال ابن الأثير إنه واحد لقى جماعة مختبئين على سطح، فقال لهم: انتظروا حتى آتي بالسيف لأذبحكم. انتظر، إن كان المثل السائد في هذا الوقت: إذا قيل لك إن التتار قد انهزموا فلا تصدق. فعارفين ما يشاع اليوم: القوة التي لا تقهر، الصهيونية هي القوة التي لا تقهر والشوكة التي لا تكسر. فكان هكذا التتار لا يهزمون. إذا قيل: طول 2 سنين استرد الإسلام
ترد عافيته. فوقعت معركة من معارك التاريخ الحاسمة. وفي شهر رمضان وفي 25 من رمضان وقعت معركة عين جالوت التي نصر الله فيها الإسلام والمسلمين وقادها الرجل الصالح القائد المملوكي المظفر سيف الدين قطز. انتصروا اختاروا ان يدخلوا في الاسلام ولاول مره يسجل التاريخ دخول الغالب في دين المملوك. لاول مره كان اسلامهم رديئا ثم حسن اسلامهم واقاموا دولا في اسيا قوي الى الابد. هيا الله رجال ينصرون هذا الدين. التاريخ حافل بالمواقع. طبعا حرب الاستعمار الحديث فيها 50 مليون، مكان 5 مليون بتحكم 50 مليون، وهكذا اصبحت ارض الاسلام نهبا. ثم هيئ الله رجالا مقاومه في كل بلد اسلام. لم يستسلم المسلمون وقاوموا. كان اخر هذه المقاومات الثوره الجزائريه التي تحررت من الاستعمار الفرنسي الذي ظل 130 عاما وهو يستعمل ارضها واعتبر هذه الارض ارضا فرنسيه واراد ان يلغي هويتها، يلغي الدين الاسلامي ويلغي اللغه العربيه. وقام رجال ابطال يعيدون للامه هويتها، الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ بشير بن ابراهيم واخوانهم الذين يعني اشاعوا في الشعب ونشروا هذا النشيد، شعب الجزائر مسلم والى العروبه ينتسب. من قال حاد عن اصله او قاد مات فقد كذب. وكانت الثوره، وكان هنا ثوره البطل عمر بن المختار. وفي كل بلد اسلامي حتى استطاع الناس ان يتحرروا من الاستعمار. ثم ابتلينا باستعمار اخر وشر انواع الاستعمار، استعمار الاستيطاني الاحلالي العنصري الوحشي، استعمار الصهيوني. فهذا استعمار جديد ينبغي للامه، كل الامه ان تقاومه. قل ايها الاخوه ان التاريخ خصوصا التاريخ الاسلامي حافل بالوقائع المبشره التي تبين لنا ان هذه الامه لا يمكن ان تنحني ولا يمكن ان تخضع خضوعا مطلقا لاي عدو كان. ممكن تهدم ولكنه الهدوء الذي يسبق العاصفه. ممكن تمر عليها فترات ربما يظن الناس انها خلاص انتهت، وسرعان ما تظهر الشعله من جديد، ما يظهر الجهاد من جديد، لان الجهاد فرض على هذه الامه، وامه فيها القران، امه يذكرها القران صباح مساء، امه امامها سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، امه امامها أبطال التاريخ من طارق بن زياد وخالد بن الوليد إلى عمر بن المختار وعز الدين القسام. أمة مثل هذه الأمة لا يمكن أن تموت. ممكن أن تنام ولكن لا يمكن أن تموت. تنام ثم تستيقظ، تغفو ثم تصحو. هذا المبشر الثالث. المبشر الرابع هو الواقع الماثل أمامنا، الواقع الذي نشاهده رغم ما فيه من نقاط مظلمة ورغم ما فيه من مآسي ورغم ما فيه من انحرافات ورغم ما فيه من خيانات، فإن هذا الواقع يبشرنا
الصحوة الإسلامية التي انبثقت من ضمير الأمة. من الذي صنع هذه الصحوة؟ الأمة بطبيعتها. الأمة هذه لا تموت أبدا، ولذلك تفجر ما بين حين وحين طاقات جديدة. هذه الصحوة التي ظهرت في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين وخارج بلاد العرب والمسلمين، صحوة الشباب الإسلامي في كل مكان، ظهر آثار هذه الصحوة في الجهاد الأفغاني على رغم النكسة التي أصابت هذا الجهاد بعد ذلك، هذا مما نكسب له، ولكن الجهاد الذي انتصر على الاتحاد السوفيتي وسبب هذه الصحوة الإسلامية. الإسلام كان الدافع الأقوى. ما يجري في أرض فلسطين، المقاومة الإسلامية والوطنية، إخواننا في حماس جهاد وكتائب الأقصى، هؤلاء جميعا يقفون ضد القوة العاقية، قوة الصهيونية المسنودة بأمريكا، وقوة أمريكا مسنودة بالمال الأمريكي والسلاح الأمريكي والفيتو الأمريكي. هؤلاء الإخوة يحاربون ولم يستسلموا، يقنبلون أنفسهم. الواحد يدعي من نفسه قنبلة بشرية ويضع رأسه على كفه ويرمي نفسه في سبيل الله ليقتل هؤلاء الأعداء. هذا هو الذي حير إسرائيل وحير من وراء إسرائيل، ويريدون بكل وسيلة بخلع الضرس، يريدون أن يوقفوا الانتفاضة ويوقفوا العمليات الاستشهادية، لأنها هي التي تزعزعهم وتدخل الرعب في قلوبهم. هذه العمليات الاستشهادية هي التي جعلتهم لا يهنؤون بنوم ولا يهنؤون بالحياة. هذا كله من أثر الصحوة. إذا الناس نظروا إلى الحكام والقيادات السياسية، ربما أصابهم يأس، وربما أصابهم الهم، وربما أصابهم القنوط من هذه القيادات والقيادات من هذه الأنظمة التي اتخذت الكرسي ربا، فاتخذها الكرسي عبيدا، والذي يملي الكرسي حاولت أن تسترضي الغرب وتسترضي الأمريكان، وتسير في رجال الظالمين والمستكبرين. ربما لو نظرنا إلى هؤلاء أصابنا الياس، أو أصابنا الوفيات، أو أصابنا ما أصابنا، ولكن إذا نظرنا إلى الشعوب، إذا نظرنا إلى الشعوب، إلى الجماهير، إلى أبناء هذه الأمة، إلى الشباب والشابات، نجد أن الأمة لا تزال بخير، وأن الخير لا يزال في هذه الأمة إلى يوم القيامة. وتعالى يقول: وممن خلقنا أمته يهدون بالحق وبه يعدلون. هذه بقية التي تمسح، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة. صحيح من الجامعة العربية، وهو جزء أصيل من هذه الجامعة. إنما اليأس والقرف من هؤلاء الساسة والحكام هو الذي جعله يتخذ مثل هذا الموقف. فأنا أقول أيها الإخوة، الشعوب لا تزال، لا يزال في أعناق هذه الأمة قوة، دفائر، كنوز تحتاج إلى من يستثيرها، من ينبش عنها، من يفجرها. إذا وجد من يفجر هذه الطاقات سيكون صلاح الدين رمز لإلقاء الذي يحرر الكوان في هذه الأمة ويستثير الدفائر في داخل هذه الأمة. الواقع المعاصر رغم ما فيه من نقاط ضعف
ومن نطاق مظلمة في نطاق مضيئة، وفي مبشرات كثيرة. وأنا لا أيأس أبدا من هذه الأمة، هذه الأمة أمة على أنها أمة القلوب، ليس هناك أمة بعدها. الله كلفها بهذا الدين، هذا الدين هو الفرق. ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا نبي بعد محمد، ولا شريعة بعد الإسلام، ولا كتاب بعد القرآن، ولا أمة بعد هذه الأمة. ولذلك من المستحيل أن تموت هذه الأمة، تتظل هذه الأمة لتظل حابسة لهذه الرسالة الخالدة. هذا هو المبشر الرابع. أما المبشر الخامس فهو مبشر من سنن الله، مبشر الأول من القرآن الكريم، مبشر الثاني من الحديث الشريف، مبشر الثالث من التاريخ الحافل، المبشر الرابع من الواقع الماثل، المبشر الخامس من سنن الله. نحن نعلم أن الله أقام هذا الكون على سنن وعلى قوانين سليمة، ليس هذا الكون زبهللا أو يمشي اعتباطا، لا، قوانين إلهية لا تتبدل ولا تتحول. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن وقف ضد هذه السنن جلوس هذه السنن، من لم يرعى هذه السنن لم ترعى. الصحابه خالفوا هذه السنن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو الاحد، وتركوا ظهرهم مكشوفا للعدو على خلاف ما امره النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجه ان العدو استغل هذه الفرصه واحمل سيفه في ظهره خالد بن الوليد بخيالته وفرسانه، فاستحقوا ان يقتل منهم سبعون. جاء القران يقول لهم: اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا من جنه لكن هذه هزيمه. قل هو من عند انفسكم، قل هو من عند انفسكم. لابد ان يرعى الناس سنن الله. انسان زرع حصد، الله مسلم كان او كان خرق يزرع حصد، يزرع بذره طيبه، ثمره طيبه، بذره فاسده. الثمره من جنس البذره تسعى في تسميد هذه الثمره وحياطتها ورعايتها وسقايتها، تؤتي على قدر ما تؤتيها. في مصر يقول لك اعطي الارض تعطيك، يعني دي سنه من سنن الله. تهمل لا تاخذ. السنن سنن الله سبحانه وتعالى تبشرنا ان في هناك سنن النصر، ان الله ينصر المؤمنين كمن فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، الله مع الصابرين. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ولكن شرط ان ناخذ باسباب النصر. لا نجلس نائمين على اذاننا ونقول ربنا ينصرنا، لا. الذين كانوا يقولون ربنا انصرنا كانوا يقولون ذلك وهم في الميدان. لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يجاهد ويطلب النصر، لما تجلس قاعدة وتطلب النصر لا، فتسعى لأسباب النصر. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إعداد معركة لها أخلاقيات ذكرها القرآن حينما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اثبتوا واذكروا الله في هذا المستطيع، بالقبلة غير القبلة، بالركوع وسجود أو بالإيماء، حتى وانت راكب الطيارة أو راكب الدبابة
فيها حالة ما تكون على الأرض، صلي وصلي جماعة وراء إمام واحد. والقرآن ذكر صلاة سماها الفقهاء صلاة الخوف، إن جماعة يصلوا وراء الإمام وجماعة يروح يصلي، وبعدين ما يصلي دول يرجعوا ويرجعوا مكان دول، يبقى تبقى صلاة الجماعة وخلف الإمام الواحد، الحرص على وحدة الجماعة وحدة الإمام. إذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، وليأخذوا أسلحتهم فإذا سندوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ليت المسلمين فقهوا هذه الآية، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. غفلت الأمة عن أسلحتها وعن أمتعتها وتركت نفسها، حتى فوجئنا بأن المسلمين في حال التخلف والغرب في حال التقدم، المسلمين في ضعف وخصومهم في قوة، وأحكان ما كان. لابد إذا أردنا النصر أن نأخذ بأسباب النصر، أطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وحدة الأمة، توحيد قوى الأمة المختلفة، لابد أن نجمع قوى الأمة. أعداء الأمة يريدون أن يفرقوها ليسودوا عليها بأسباب مختلفة. إذا بلد فيه أعراق يثير النزعة العرقية، عرب وبربر أو عرب وأكراد، إذا فيه مذاهب مختلفة يثيروها سنة وشيعة، إذا فيه غير مسلمين يبقى مسلمون وأقباط، إذا ما فيش هذا ولا هذا يبقى يمينيين ويساريين أو تقدميين ورجعيين أو قوميين وإسلاميين. لابد أن يفرقوا الأمة، والأمة لابد أن تعي هذا وتستيقظ لهذا وتحاول أن تجمع القوى، خصوصا في حالات الخطر، حالات من واجه عدو شرس يريد أن يمزقنا شر ممزق، لابد أن نجمع قوانا. شوقي رحمه الله يقول في قصيدته خاطب الحمام: فإن يكن الجنس يا ابن الطلح فرقنا، إن المصائب يجمعنا المصابين. نحن في حالة مصيبة، المصيبة تجمع ولا تفرق، نريد أن نجمع قوى الأمة كلها. هذه سنن من سنن الله، المتفرقون لا يمكن أن ينتصروا، إنما لابد أن يجتمعوا. فسنن الله يقول لنا إن المسلمين على ما بهم بدأوا يستيقظون إن شاء الله. هناك سنة من سنن القرآن اسمها سنة التداوي، التي يقول الله تعالى فيها: وتلك الأيام نداولها بين الناس، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك. لا يمكن أن يدوم الزمن على حال واحدة، لذلك يقول الناس دوام الحال من المحال. تلك الأيام نداولها بين الناس. وإذا نظرنا في سنة المداولة نجد المفروض إنه الدولة ينبغي أن تكون لنا. كان الشيخ حسن البنا رحمه الله يقول هناك أربعة أدلة على أن الإسلام سينتصر، ومن هذه الأدلة دليل يسميه الدليل الحسابي. دليل حسابي يعني إيه؟ من نظر إلى التاريخ يجد أن قيادة العالم في وقت من الأوقات كانت شرقية، أيام الحضارات القديمة، الحضارة الفرعونية والحضارة الفينيقية والحضارة الآشورية والبابلية والكلدانية والفارسية إلى آخره، كان الشرق هو قائد العالم. ثم انتقلت الشعلة وعدمت القيادة إلى الغرب، أيام الحضارة اليونانية والرومانية، الإسكندر الأكبر،
فلسفة اليونان وتشريع الرومان إلى آخره. ثم عادت الشعلة أو عادت عجلة القيادة إلى الشرق مرة أخرى أيام الحضارة العربية الإسلامية وازدهارها. أيام كنا نحن العالم الأول والأمة الأولى حوالي 10 قرون ونحن سادة العالم ومعلمي العالم. ثم نمنا واستيقظ غيرنا وتخلفنا وتقدم غيرنا وغبنا وحضر غيرنا، فانتقلت العجلة إلى الغرب وإلى الحضارة الغربية مرة أخرى. الحضارة الغربية لم تكن بحق القيادة كما ينبغي، أفلست في الجانب الروحي والجانب الأخلاقي، استخدمت المعايير المزدوجة، لم تمشي مع الحق ولا مع العدل، طغت في البلاد وأثرت فيها الفساد. فمن عدل الله تعالى ومن سننه أن تنتقل العجلة عجلة القيادة مرة أخرى إلى الشرق. فنحن ننتظر وراثة الحضارة الغربية. الزمن لنا وليس علينا، ولكن علينا أن نعمل ونضاعف العمل. علينا أن نعي، العقول يجب أن تفكر، العزائم يجب أن تشتد، القوى يجب أن تتجمع، الأمة كلها يجب أن تكون في حالة وعي وفي حالة استنفار لمقاومة هذه الهجمة الجديدة التي تريد استئصال الإسلام واقتلاعه من جذوره. في مقابلة مع الأخ القائد معمر القذافي قال لي إن الحروب السابقة كان لها أهداف معينة، استعمارية، استيلاء على النفط، استيلاء على الجانب الاقتصادي، استيلاء على كذا، إنما هذه الحرب القائمة الآن ليس قصدها الإرهاب كما تقول القضاء على الإرهاب، بل هي تقصد القضاء على الإسلام. هل هي تريد القضاء على الإسلام نفسه، عقائد وعبادات وشعائر وشرائع؟ وهذا صحيح، هؤلاء يريدون أن يقضوا على الإسلام، لأن الإسلام ناقص لهم ويفرز لهم ما بين الحين والحين. وناس الآن ممكن يقضوا على أسامة بن لادن، يطلع من لادن ثاني ويطلع من فلان ومن فلان، سيظل الإسلام خميرة عتننة لهؤلاء. فهم يريدون أن يتخلصوا ويستريحوا من هذا الدين المتعب لهم باسم الحرب على الإرهاب. اتخذوا هذا مع أن هم يساندون أخطر إرهاب وأظلم إرهاب في العالم، الإرهاب الصهيوني. هذا الإرهاب مباح، بل هذا الإرهاب مستحب، بل هذا الإرهاب واجب. إنما الإرهاب الذي يدافع عن نفسه، يدافع عن أرضه، يدافع عن عرضه، يدافع عن مقدساته، هذا هو الإرهاب. فلسطينيون المستضعفون في الأرض الذين يدافعون عن البيوت التي تهدم، عن الدماء التي تسفك، عن الأعراض التي تهتك، عن المقدسات التي تداس، هؤلاء إرهابيون. ليست حرباً على الإرهاب، إنها حرب على الإسلام. وقد قال بوش في أوائل هذه المعركة، قالها كلمة ظهرت ثلثة منه، قال إننا أمام حرب صليبية جديدة، حملة صليبية جديدة. فالناس المستشارين حولوا أن هذه كلمة خطيرة تؤلف علينا المسلمين، فقالوا ذا كلمة يعني كانت غلطة. إنما الغلطات هذه تعبر عن مكنون الصدور. علماء النفس يقولون مثل هذه الأخطاء بتظهر تبين ماذا كان في النفس. وسيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يقول غش القلوب يظهر على فلتات، على صفحات الوجوه وفلتات الألسن. الشيء اللي بينهى الإنسان من غش لابد يظهر، كما يقول الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ويقول الآخر ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا اكتسيت به فإنك عاد.
فهذا الرياء وهذا الغش ظهر على فلتات الألسن، كما قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. عرفناهم في لحن القول. إنها حرب صليبية جديدة، ولكن المشكلة هذه الحرب الصليبية يستعان عليها بالمسلمين أنفسهم. المسلمون يحاربون المسلمين. هذا يعني للأسف ما يقع الآن. ولذلك علينا أن نوجه الأمة وأن نوعي الأمة وأن نصرخ بأعلى صوتنا أن هذه حرب تستهدف الإسلام، تريد القضاء على الإسلام، تريد أن تطفئ نور الله. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. يا أيها الإخوة، أعداؤنا أقوياء ولكن الله أقوى منهم. أعداؤنا مسلحون بالأسلحة الحديثة المتطورة، ونحن لا نملك إلا أسلحة نشتريها منهم يعني للأسف. ولكن الله سبحانه وتعالى عنده من الأسلحة وعنده من الجند، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما يمكن أن يسند ظهرنا ويشد أزرنا. في غزوة بدر نزلت الملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. في غزوة الخندق كذلك نزلت الملائكة بعد أن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وظن المؤمنون بالله الجنود. أرسلنا عليكم ريحا وجنودا لم تروها. وفي غزوة حنين، وهذه الملائكة التي نزلت في بدر والخندق وحنين يمكن أن تنزل لنصرنا ومساندتنا. كل ما في الأمر علينا أن نقوي إيماننا، لأن هذه الملائكة لا تتنزل في فراغ ولا تتنزل على فارغين، إنما تتنزل على مؤمنين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ثبتوا الذين، لابد أن يولد الذين آمنوا أولا حتى يستحقوا نزول الملائكة عليهم. إننا رغم ما تتلبد به السماء من غيوم ورغم النذر الكثيرة من حولنا، نعتقد أن هناك مبشرات كثيرة تملأنا أملا وتملأنا رجاء وثقة بأن النصر للمؤمنين وأن المستقبل لهذا الدين وأن الغد لهذه الأمة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. في حضرة من سمعتم وبعد ما سمعتم وفي حضراتكم، أتراني ما زلت قادرا على القول. أعود فأشكر فضيلة الأستاذ الدكتور على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذا التحرير، التحرير الإسلامي الثوري التقدمي الذي ينفخ في روح هذه الأمة، الذي يحرك كوامن العزة والنصر فيها. فأشكره وأتمنى له مزيدا من البذل والجهد والعطاء، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كما حيرنا فضيلة الشيخ كيف يبدأ حديثه، فقد تحيرنا قبله فيما يمكن أن نقدم إليه.
وفيما يمكن أن نبديه، وكل ما نقدمه فهو قليل قليل قياسا بما قدم ويقدم. باسم الجامعة الأسمرية أقدم هدية رمزية متواضعة تمثل في درع بالزخرفة الإسلامية يحمل شعار هذه الجامعة، أقدمه من العاملين في هذه الجامعة هدية متواضعة لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. أستاذنكم جميعا.